مرحبا ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم غادي نمشيو للمطبخ الأفغاني ووصفة جديدة كتسمى أشاك. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 4 ديال 5 ديال الردات صغارين ديال الجرين اونينز، البصلة الخضرية، وغادي ناخدو غير الجزء الأخضر وغادي نقطعوهم مزيان ونغسلوهم ونشفوها ونخلطوها مع ملعقة ديال زيت البائدة، شوية الملح والإبزار على حسب الذوق، وغادي معكم غير بيدينا هكا كما كتشوفوا في الصوره، وما غاديش نحتاجوا اننا نطحنوهم في الاله الكهربائيه. من بعد ما وجدنا الحشوه ديالنا غادي نحطوا غادي ناخذوا عجينه الفطائر اللي كتشوفوا كنتما في الصوره، وانا خديتها من محلات يعني واجده. بالنسبه قبل الناس ديال افغانستان كياخذوهم كيصاغبوهم في الدار، يعني كيصاغبوا كل شيء فروم سكراتش. هذه الوصفه كتحتاج بزاف ديال الوقت، ولهذا الزوج ديالي كيعاونني فيها. كناخذوا عجينه الفطائر وكما كيسميوها رابس، وكناخذوا ملعقه ديال من الحشوه كنوضعوها في الوسط، ندوزو شويه ديال الماء بالاصابع ديالنا وغادي نضغطوا عليهم باش ما غاديش تحلينا، لان هاد الدومبلين كيحتاج انه يتغلى في الماء او يتسلق باش يطيب. غادي نستمروا حتى نكملوا الحشوه ديالنا ونحطوهم في واحد اللاطة، غادي نوضع فيها شويه ديال الطحين وغادي نحطوهم في اللاطة باش غادي نوجدو حنايا لاصوص اللي كتجي مع هاد الوصفه. وكما قلت لكم هاد الوصفه هذه جد صحيه ولذيذه. انا اول خطره شفتها في الطبله المائده عند عائله الزوج ديالي، انا تعجبت انها تكون بهاد اللذه هذه وبهاد يعني احنا كمغاربه ما كناكلوش يوغورت في امرقه او لا طاجين، يعني الماكله كلها كيسربيوها او لا كيقدموها باليوغورت. ثاني حاجه غادي نمشيو نصاغبو حنايا، غادي نمشي نصاغبو لاصوص اللي كتحتاج بصله مشلضه، ملعقه ديال الثوم مفروم، وعندنا هنايا علبه ديال الحمص وعلبه صغيره ديال الطماطم، وكذلك شويه ديال الفلفل الحار، الكركم، القزبر حبوب، والملح، و250 غرام ديال الكفته. وغادي ناخذ مقله نوضعوا فيها ملعقه ديال الزيت والبصله والثوم ونشحروهم شي شويه مده 5 دقائق، وغادي نضيفوا لهم الكفته ديالنا. انا خديت الكفته ديال البقري، يمكن لك تستعملي اي كفته او اي نوع اللي بغيتي، وغادي نغطي عليها لانني الكفته كانت عندي في الفريغو فريزر، غادي نغطي عليها باش تنزل. من بعد ما طابت لنا الكفته ديالنا غادي نزيدوا لها التوابل، لكل من ملعقه صغيره ديال نصف ملعقه صغيره ديال الكركم، شويه ديال الفلفل الحار، ملح على حسب الذوق، وكذلك ملعقه ديال القزبر مطحون حبوب. غادي نضيفوا علبه الطماطم، وهنايا يمكن لك تعوضيها ب 3 حتى 4 ديال مطيشات صغارين، تحكيهم من الاحسن. ونضيفوا واحد شويه ديال الماء ونخليو اللاصوص ديالنا طيب لمده 10 دقائق، ومن بعد غادي نضيفوا لها الحمص ونطيبوها لمده 10 دقائق اخرى حتى نشوفوا داك مع التحراك والمراقبه، وحتى نشوفوا داك الزيت طلعات من الفوق، وغادي نقولوا راها اللاصوص ديالنا وجدات. من بعد ما وجدت لنا لاصوص ديالنا غادي نمشيو باش نطيبوا هذوك الفطائر اللي معمرين بحشوه ديال البصله الخضريه. غنوضعوا طاوه فيها الماء كيتغلى حتى نشوفوا الماء طلع كيغلي، وغادي نضيفوا لها هذوك الفطائر ديال البصله الخضريه ونخليهم يطيبوا لمده تقريبا 10 حتى 15 دقيقه، ومن بعد غادي نحيدوهم ونحطوهم في واحد الشبكه باش يستقطروا من داك الماء اللي ربما
الا ما ضغطتيش على داك الدامبلين راه بارفو كيدخل داك الماء، غنخليهم يتسقطروا وغادي نمشيو للطبق التقديم. الان وضعت يوغورت، اليوغورت هنايا خلطته بشويه ديال النعناع يابس والملحه وشويه ديال الثوم، ووضعته في الطبسيل طبقه، وكذلك وضعت هذوك الفطائر اللي سلقت بحشوه الجرين اونيونز، وعاد ضفت ما تبقى من اليوغورت لاصوص ديال دانون، وزدت لها عاد من الفوق لاصوص ديال الكفته مع مطيشة والحمص. وهذا هو الطبق ديال اشاك، كيجي لذيذ، وكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش انكم تشاركوا في قناه امل كيتشن للمزيد من العطاء، وشكرا.